السلام عليكم. في إطار البرنامج الضخم لإنشاء محطات تاع تحلية مياه البحر، إذا في إطار هذا البرنامج الآن ندخلوا في المرحلة الثانية من إنشاء هذه المحطات، وهي المرحلة مهمة جدا تتمثل في إنجاز الشبكات نتاع نقل المياه من المحطات هذه باتجاه المجمعات السكنية والمدن على محور حوالي 100 كيلومتر. إذن فيه أشغال انطلقت في ولاية بجاية وكذلك في ولاية وهران. إذن نتابع في الفيديو هذا بداية نتاع وضع القنوات مد المياه من محطة إذن بجاية لتصفية مياه البحر اللي الأشغال فيها مازالت متواصلة. إذن انطلاق هذه الأشغال نتاع وضع الشبكة نتاع توزيع المياه باتجاه البلديات المجاورة للمحطة، وعلى أن تستمر هذه العملية تاع مد القنوات لتعم كل ولايات ولاية بجاية وبعض البلديات المجاورة لولاية بجاية. إذن نخليكم تتابعوا الفيديو حول هذه العملية تاع مد الشبكة نتاع المياه من المحطة الواقعة بمنطقة تغرمت أو بلدية توجة باتجاه إذن بلدية المجاورة. خليكم تتابعوا الفيديو حول الموضوع من ولاية بجاية، والسلام عليكم. قيام كبير ومجهودات أكبر تبذل هنا على مدار الساعة في أشغال إنجاز مشروع الربط البعدي لمحطة تحلية مياه البحر بتغرمت، إذ يسمح نظام الجري عند دخوله حيز الخدمة بتحويل أزيد من 300 ألف متر مكعب يوميا من أجل تموين أربع ولايات. يتمثل مشروع ربط محطة تحلية مياه بجاية من قنوات الجر وخزان 50 ألف متر مكعب، محطة ضخ وخزان 25 ألف متر مكعب، هذا في الحصة الأولى. الحصة الثانية فهي تتكون من محطة ضخ 22 ألف متر مكعب، خزان 20 ألف متر مكعب، وخزان 10 ألف متر مكعب، وقنوات جر 29 كيلومتر من إجني وجد حتى تمزريت. المشروع على ضخامته يتم إنجازه من قبل مؤسسات وطنية وكفاءات جزائرية، يحتوي على 115 كيلومترا من قنوات الجر والإمداد مكونة من الفولاذ، بالإضافة إلى أربع محطات وثمان خزانات بسعة إجمالية تقدر ب 140 ألف متر مكعب. طلبنا من صاحب المشروع المفوض الجزائري للمياه من أجل الاتصال بالشركة الوطنية المكلفة بالإنجاز من أجل تقديم مخططات لتقليص مدة الإنجاز. لاحظنا مجهودات كبيرة تبذل، العمل بنمط 3 في 8 ساعات دون توقف، التزام كبير، انضباط كبير، لكن نطلب المزيد، لأن هذا المشروع الجميع يجزم بأنه سيقضي نهائيا بصفة جذرية على مشكلة التزود بالمياه الصالحة للشرب في كل نقاط الولاية، بل أكثر من ذلك سيمون كذلك ويساهم في القضاء على التذبذبات في ولاية بويرة، ولاية برج بوعريريج، وحتى ولاية سطيف. على مستوى الشريط الساحلي الغربي لولاية بجاية، إذن تسارع المؤسسات المكلفة بإنجاز إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر عبر الوطن الزمن لتسليم هذا المشروع الواعد قبل أجله المحددة، فالغاية منه ضمان الأمن المائي للولاية والمنطقة كلها.